مع السلامة الناس الكل، نوفو بودكاست ان شاء الله يكون الفورما هذا عجبكم وبخاتيك، خاطر برشا عباد قالوا لي سو سري بيان تعمل لنا اكثر دي بيتي بودكاست كور نجمو نسمعهم الصباح واحنا ماشيين الخدمة ولا وقت الفطور. دونك نحاول اشاك فوا يجيني سؤال ونجاوب العباد اللي تبع فيه نبارطاجي معاكم الفكرة. لي شوفو دو كورس، حصان الكورس، لاحظ معايا قديش حصان الكورس حياته مسطرة، قديش يلبسوها كلي زوياغ منه ومنه باش ما يشوفش على اليمين وعلى اليسار. لاحظ معايا قديش حياته مبرمجة، يوكلوه مليح ويتلهيو بيه وينظفوه ويرنيوه من نهار لليل ويشريوه ويبيعوه. لاحظ معايا هما ياسر الفكرة هذه، خاطر انا نتكلم ونحبك تفهمني شنو نقصد، يعني شنو ما التلميحات وراء الكلام هذايا. دونك حسان الكورس يظهر هكا عنده قيمة كبيرة ويظهر نظيفه مزيان ولهين بيه ويشريه له لي برودوي الغالين ويتشريه ساعات بالملايين وبالمليارات. اما هو شنو حياته في الاخر؟ شنو حسان كورس شمعناه؟ ياكل ويجري ويجري باش يربح كورس، مش روحه الكورس للانسان ولا المالك اللي شريه. بيان سور سي اون ايماج. كي تقارن حصان الكورس بحصان سوفاج مثلا عايش في الطبيعة، سيغتانمون الحصان السوفاج عنده أكثر حرية، ممكن ماهوش ما عندوش شكل لهوة اللي عند حصان الكورس، أما عايش في حرية، يعني يختار وقتش يمشي وقتش يجي وقتش يقوم وقتش يرقد شنو ياكل شنو يعمل، عايش في حرية. علاش خذيت اليوم الانترودكسيون هذه متاع حصان الكورس؟ على خاطر مالوغوزمون برشا عباد مبرمجين من المجتمع متاعنا باش يعيشوا كيما حصان الكورس، والبرمجه هذه من الاول تبدا محلاها هكا بنينه، خاطر كيما حصان الكورس كي تراه من بعيد ويتشري كيما قلت لك بالمليارات تظهر حاجه كبيره، معناها واو سلكها كيف ولا حصان الكورس ويتلهيو بيه ويدوشولو كيما قلت لك لي برودوي لي بلو شير وكل. ما وقتاش المشكل يصير؟ وقت اللي حصان الكرسي واللي يبدا يفد واللي يحس في ستريس، كيما بنيه صاحبتي تبع فيا الى لا ترونتين ا ببري ان بو بلوس بوتيتر، وديما انغواسي ديما انغواسي ايش بيك والله يا سوندسون ديجي الكل اللي عرس واللي خذا وانا مازلت بورتون عندي خدمه باهيه ونحس في روحي فاده ونحس فراغ ومش عارفه وحبيت نعمل بروجي وحبيت نعمل حاجه وسنا با مارشي وحسيت اللي دارنا معناتها واللي متقلقين مني اش بما فما حد شيء جا نقدمه لك ولد فلان جا كذا، ونحس في روحي مانيش ناجحه كحصان كورس. اي جي اونفي دير فوالا حصان الكورس المره هذه ما وصلش معناها يربح الكورس هذه لا انيام كورس كوا. شباب زاد حتى عمره 14-15، الموضوع هذا مش مربوط بالعمر، خاطر احنا في مجتمعنا كل عمر حصان كورس. اللي جون اللي عمرهم 14-15 وعايشين في انكسيتي كبيره والديهم مش عارفين شو يعملوا معاهم، فما حتى اللي يوصل بالحراب باش يرقد وهز البسيكياتر جيب البسيكياتر وهز الكوتش جيب للكوتش، والبنات اللي في العمر نتاع 30 و35 وخذيتها ومشي عليها هو ما صحش هاو هاو المجتمع قال لها هاي تحب تسافر وتبعد عليهم الكل وتهج وتخليهم باش ما عادش يفدوها. المراه اللي جبت الصغار وتحس روحها زادة فادة ومش عارفه كومون ايل جير لو كوتيديان افيك لي زونفون، خاطر هاي عملت اللي قالوا لها عليه الكل، ربحت الكورس هذيا وخذت الراجل وجبت الصغار، هي فراغ داخلي وفدة على الاخر ومش منجمه تقول. سي سا لو بروبليم، سي ديفيسيل دو دير شو با ايبانوي دون لا ماتيرنيتي. سي ديفيسيل دو دير ولادي يعيطوا نهار كامل وانا فاده من الحس ونحب نقعد مع روحي واصلا ما نعرفش روحي شنو نحب، اما فاده من الوضع هذا. هذاك هو عندي انا السامبتوم نسميوه حصان الكورس، سامبتوم حصان الكورس اللي هو كان يجري 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 اوب وقف قال اوه شنو نعمل انا لهنا، مش مساعدتني انا الحكايه ذي. دونك فوالا بيتي بودكاست، فماش ما نحاول نحسك بالموضوع هذا من قبل ما يفوت الفوت، خاطر بكلنا اوني سوسيبتيبل دو تومبي دون لو بياج
نتاع حصان الكورس ريسامون برك، زيد كانت عندي اتوديونت اكسلونت، معناتها اكسلونت ماجور دو برومو كل عام، ولا فيها ماستر صعيب على الاخر، وكملت الماستر ومشيت بديت تخدم في بلاصه ماهيش لاقيه روحها، خرجت قعدت في الدار ورجعت لي جو سوي اون ديبرسيون، سافا با، نحس في روحي انا القرايه ذي الكل نتاع الفينانس، فينانس صعيبه خاطر كوميم ما اخترتهاش وما نحبهاش ومش عارفه اش نعمل توا اموناج وفيد ومش منجمة، ألوغ كو كانت فك النشوة متاع القراية 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 وتجي لولا وتاخذ دي بونوت، ريتك الدوبامين هذيكا دروغ، سي اون دروغ راهو، حصان يجري ويربح يجري ويربح يجري ويربح، ساعات كي تقف بيه تقف بيه الدنيا اوب يقول اه تي ناني ثرنتني حصان متاع كورس وما في باليش، موا كيسكو جو فو فريمون دون لا في، بوركوا جو سوي با اورو. سؤالات برشا سؤالات، تو انا مش باش نجم نقدم لك اجابه خاطر كل اجابه لازمها تجي من الداخليه نتاعك، انا حبيت جوست بتتر نطيب لك خاطرك بتتر كان انت تسمع فيا وتعيش السمبتوم هذايا نتاع حصان الكورس. انا الحمد لله يا ربي تخلصت منه، حتى انا كان عندي سمبتوم هذايا بيان سور، باسكو انا كنت قرايه كنت ديما نجي لولا، كنت حصان كورس باغ اكسلونس حتى لين الدنيا فهمت ولا عملت لي دروس بالكدا بالكدا كيما يقول جلال الدين الرومي يفسر، يقول لك الانسان كيما غصن الشجره، الحياه كيما كي تاخذ غصن الشجره وتفرغه من الداخل وتعمل فيه نقب باش ترد وناي باش كي يدخل فيه الهواء يخرج معزوفه مزيانه. شوف محلاها ليماج، فهمت معناها الحياه تبدا تخدم فيك تخدم فيك تخدم فيك تخدم فيك سوفون افيك لي زيبروف سوفون افيك لا سوفرانس، تاك الكف الاول الكف الثاني فمش ما تفيق اللي انت راك دخلت في البياج نتاع حصان كورس، تخدم فيك وتفرغ من الداخل وتعمل لك نقب باش الهواء كيف يدخل فيها الناي هذا يدخل فيه الفلوت يخرج معزوفه مزيانه باش تولي انت في تناغم مع الحياه، خاطر عنصر الهواء وعنصر الخشب معناها الشجره ريت كيف واحد يعزف في الناي ان فيت هو هذاك تناغم ما بين عنصر الهواء قولوا احنا وعنصر الخشب يعطينا كل معزوفه اللي محلاها، التناغم فهمت التناغم اللي هو سوفون لازم شويه عذاب كيما نقولوا، خاطر الانسان ما يحبش يفهم ما يحبش يخلي روحه في تناغم، هو الانسان راهو كي تولد الحقيقه نتاع ربي انت لاحظ قداش الصغار الصغار عاملين جو من عند ربي، والله البارح في البحر زوج صغار بنيه وخوها صغار معني صغار على الاخر ممكن في 5 4 سنين 6 سنين راهم ينقزوا وهاي دزت وها ودزها ويضحكوا بالقوي عرفتك اللي يضربوا الماء بيديهم يوليوا يضحكوا معناها تظهر لهم الضحك الحكايه. Ils sont en train d'expérimenter la vie et de vivre la joie inconditionnelle de l'être. Mais c'était formidable. Au final, le bhar, avec les adultes, le col, مساهمين comme les zombies. والله العظيم. مساهمين يخزروا لبعضهم. وتقول هزين معناتها مشاكل الدنيا على كتفاتهم. والا والا الحديث. Malheureusement, برشا نساء تلقاهم في البحر في عود باش يتمتعوا بالبحر معناها. يبدأ يحكي ويحكي وساعات نتعدى بحذاهم نبعد انا تلمون يحكي ويحكي ويحكي في نمبورت كوا فريت اش قالت لها ريت ومسيكنا ريت حسيلو ميلا ذا تنبح حسيلو جو كونكلو خاطر الكلب متاعي ولا تنبح. دونك كيما قلت لكم ما تخليش روحك في البياج متاع حصان الكورس، اخزر للصغار كيفاش عايشين لا جوا انكونديسيونيل دو لاتر خاطر ما عندهمش برامج في مخهم ما عندهمش دي زوبجيكتيف ميلا ايش ميلا ما عندهمش دي زوبجيكتيف تراسي بار لا سوسيتي ما عندهمش دي زوبليغاسيون يلزمني كذا يلزمني كذا اش باش يقولوا عليا العباد. Ils se contentent de vivre au quotidien, naturellement. Rahou, la vie en elle-même, c'est une célébration. Tous les soirs qui te couvrent, où tu vois le chemin, ou l'ajar, ou l'asafr, et la vie qui se remet en route pour la énième fois,
سي ديجا ان غراند اكسبلوا، سي ديجا اون سيليبراسيون. مش مطلوب منا اكثر من هكا، مطلوب منا باش نعيشوا باش نفرحوا بالحياه. كان فما اوبجيكتيف ولا رياليزاسيون ولا ميسيون دو في، تو تجي بطبيعتها، مش انت باش تقرر بالسيف، هي تجي بطبيعتها. حسيلو نخليكم دونك، ونتمنى لكم تعيشوا الحياه بطريقه سهله وحره كما الحصان السوفاج، ومش كما حصان الكورس. تعيشوا السعاده، لا جوا انكونديسيونيل دو لاتر.